يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك اليوم المانحين الرئيسيين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأعلن المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام للمنظمة الدولية سوف يشدد في اجتماعه مع المانحين، خصوصا أولئك الذين علقوا مساهماتهم، على ضرورة استمرار عمليات الوكالة. وأشار المتحدث إلى أن أي موظف بالوكالة متورط في عمل إرهابي سيحاسب، بما في ذلك عبر ملاحقات جنائية.